صرت مراسلنا ومفدنا هناك رجب بليبل. ورجب في البداية أهلا بك، حدثني عن مدينة سرت وعن أصداء إعادة تصدير النفط في الموانئ وقرار القائد العام للقوات المسلحة. نعم، تحدثنا خلال أو ما بعد كلمة القائد العام في دورة اليوم عن ترحيب الجميع بهذه المبادرة التي وهذه الخطوة التي قام بها القائد العام، وذلك بفتح الموانئ النفطية واستئناف التصدير والإنتاج بما يضمن العدالة للجميع ويضمن عدم ذهاب تلك الأموال إلى الميليشيات. تألى حمزة الحدث الأبرز، وهو من المفترض كان هناك كلمة للنائب الثاني لمجلس الرئاسي أحمد العتيق، هذه الكلمة تم إلغائها وكان مزمع عقده على تمام الساعة الثالثة في فندق التاج. تم اقتحام مقر المؤتمر من قبل ميليشيات تتبع باشاغة، وقاموا بتهديد أحمد المعتيق، ثم غادر منذ قليل. هذه المعلومات التي أتت من مصادرنا من يعني من داخل الغرب أو من غرب الليبي، لا نريد تحديد المكان. ولكن حمزة لربما فتح الموانئ النفطية يعني أثر بالسلب على الجماعة والعصابة المسيطرة على العاصمة طرابلس، تخبط بيانات ما بين جماعة الإخوان المسلمين، ما بين الصديق كبير، وأيضا هناك يعني حتى يعني تهديدات لهذه العصابات لبعضهم البعض. لربما هذه الخطوة سوف تضع العصابة في طرابلس في موقف حرج مع المرتزقة المتواجدين في معسكر اليرموك وفي بعض المعسكرات في محيط العاصمة طرابلس. هذه الخطوة التي سوف والتي أثارت غضب ميليشيات الإسلام السياسي والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لربما العديد منهم لن يتعصل على الأموال مقابل الارتزاق بقتل الليبيين وقتال القوات المسلحة وتوطيد الإرهاب في ليبيا والمنطقة الغربية. خطوة رحب بها الجميع هنا في مدينة سرت. هذه الخطوة يعني هي خطوة إيجابية ونصر آخر للقوات المسلحة وكبح جماح الجماعات الإرهابية في طرابلس وتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات. نعم، أشكرك رجب بليبل ومفد قناة ليبيا. الحدث في سرت، ومن سرت أنتقل إلى